يعني انتوا ابتديتوا عربيه عربيه بابا. عربيه رز بلبن ولا عربيه لا ايه؟ لا العربيه دي كانت فيها بليله ورز بلبن ومشمشاي. اوكي. وبعدين شويه راح عمل العاشور على العربيه. وبعدين جينا اخذنا محل، المحل ده بدا بقى فيه الايس كريم، واحنا كنا اول ناس نعمل ايس كريم في الشتاء، اول ناس في اسكندريه بنعمل ايس كريم في الشتاء. بس واشتغل واشتغل الحمد لله. بدانا ناخد، كان محل صغير، وبدانا ناخد برضه في نفس المكان محل تاني كبير اكبر. وده اللي كان الاساس اللي هو احنا موجودين فيه دلوقتي. فانت دلوقتي يا نهار اسوح على الطبق، مش قادره بصراحه. ايه اللي انت حطاه على ايه ده؟ ده يعني ايه ده؟ قشطه قشطه يا ليله زرقاء. امال اللي جوه ده ايه؟ مكسرات. يا لهوي دي ملغمه البليله. الله 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 الله، والقشطه الله 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 الله. انا بموت في البليله، بموت. لا أنا في اي بلد تانية بليله؟ عمرك سمعتي؟ مصر بس. مش كده؟ مصر بس. انا عمري ما سمعت ان في بلد عندها بليله. لا احنا عندنا مصر بس تهيألي فيها بليله. انا بشوف بكائية البليله يعني. العرب اصحابنا دول لما بيجوا لازم يجوا يتوجهوا عندك، ما اعتقدش انهم بيشوفوا الحاجات دي. بيجوا بياخدوا الحاجات دي كلها معاهم. ده ايه؟ ده رز بالايس كريم والقشطه والعسل والمكسرات. وده وده ايس كريم بالمكسرات وبسكوت. ده انت بتعمليه عندك ده طبعا؟ لا ده بسكوت طبيعي. طيب وده؟ وده عاشوره بالايس كريم، عاشوره بالمكسرات. طيب ده اللي قدامك ده فروت سلاد ولا ده رز بالفروت سلاد؟ رز بالفروت سلاد؟ رز بالفروت سلاد. وده فروت سلاد بس بالايس كريم، وده رز بالايس كريم. لا ده ايوه في الطبق ده رز بالايس كريم. بعدين الفروت سلاد دي اللي هناك بالايس كريم مانجا. اوكي. والطبق اللي بعدها وده عاشوره بالايس كريم، وده رز بالايس كريم ساده الابيض خالص. الابيض خالص. وده بقى رز، ده رز بالايس كريم والفروت سلاد والموز. والموز ده ابن يعني مدفعه. يا لهوي ياما. اوكي. والساده اللي بعده ده رز عاشوره بالايس كريم. اوكي. واللي فيه شوكولاته وده بالايس كريم برضو. عاشوره ولا بسكوت؟ وده مشمشيه بقى بالمكسرات. يا لهوي. وده رز بالكنافه والقشطه. طيب انتوا اللي بتعملوا الحلويات الشرقيه دي؟ احنا اللي بنعمل حلويات شرقيه. احنا عندنا كمان بتشفور، وعندنا كمان بسكوت، وعندنا تشكيله حاجات يعني كده حلويات. مش معقوله البليله. البليله خطير كل حاجه. بقى استني بس انا هدوق دلوقتي، بس مش قادره اسيب البليله. عشقي. نشوف المشمشيه. كهرمان دي اللي ابتديتوا بيها زمان قوي كمان؟ دي ابتدينا بيها هي والبليله. قمر دي. الله. دي عاشوره؟ دي عاشوره. هي نفس البليله بس صعبه. سلام على البرنامج ده، ربنا يخلي لي البرنامج ده. اوكي. دلوقتي انت اشتغلتي من وانت صغيره جدا. انت كنتي اللي واقفه مع بابا، كنتي اكبر البنات؟ كنت انا اكبر بنات، وكان ليا اخ كمان اكبر. وكان في ليا اخ تاني صغير اللي هو موجود دلوقتي معايا. اللي هو بيشتغل معايا، اللي احنا بنشتغل سوا احنا الاثنين دلوقتي. بس جه اخويا ده توفى في وقت اللي هو بابا يا دوب بدا يطلع. يعني في الوقت اللي بابا كان الحمد لله بدا يظهر، ده الساعة في اللحظة دي أخويا توفى. وبعدين عندك أربع بنات؟ عندي أربع بنات وأخوي. إحنا أربع بنات كلنا، ليا ثلاث بنات كمان وأخويا كمان. فأنت اللي جوزتي بقى ولا الوالد؟ لا الوالد فضل معاكي؟ بابا بابا وماما الله يرحمهم. لا بابا هو اللي هو اللي جوز، وهو اللي عمل كل حاجة. وتوفى إمتى؟ بقاله 20 سنة تقريبا. أنت شايلة العيلة؟ أنا وأخويا بقى. يعني انا واخويا مع بعض، احنا الاثنين الحمد لله الدنيا كلها ماشيه وماشيين مع بعض، كلنا الشغل كله مع بعض، كلنا مع بعض يعني. ما فيش حد راح بعيد عن الثاني. وولادنا كمان
والدنيا مثلا كله بيشتغل معاك يعني بيشتغل. او كله مهتم او كله عنده كل صنعه موجود. يعني انت لو النهارده فكرتي ترجعي تفتحي بره تاني في جيل تاني بعدك ممكن فيه. يشيل الراية كل واحد لانه انتوا ساعات ما بتاخدوش بالكم يعني انتوا بتبقوا مثلا الواحد فيكم عامل محل حلو والاكل الناس بتيجي والاكل حلو قوي ومش عارفه ايه لكن ما بتاخدوش بالكم ان انتوا اصبحتوا من علامات البلد اللي انتوا فيه. لا اكيد اكيد عارفين ما يعني. انا عارفه بس انه ما بتاخدوش بالكم من اهميه ده ان انت اوكي انت عايزه تفضلي ناجحه في محلك وكده لكن هي الفكره ازاي يبقى عندك براند اسمه صابر وبينتشر في اسكندريه وبيخرج للعواصم الثانيه وبيخرج للعالم العربي ده حلمي اللي هفضل ازن عليه كده ومش سهل تحقيقه لكن نفسي فيه قوي يعني صابر ده براند لوحده يلف العالم العربي ان شاء الله.